بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفيديو بدنا نحكي عن الميت عادة للحياة. الميت عادة للحياة. بنيجي أول شيء إخواني لرؤية المجهول، رؤية المجهول عادة للحياة أو صار حيا. ماذا تعني هذه في الرؤية؟ أي أن صاحب الرؤية يصلح أمره بعد ضيق وشدة. صاحب الرؤية يصلح أمره بعد ضيق وشدة، وبصير عنده يسر بعد عسر، يسر بعد عسر، وفرج من حيث لا يحتسب، فرج من حيث لا يحتسب. إذن رؤية الميت المجهول عادة للحياة، يعني ميت ما بنعرفه شفناه كأنه طاب صار حي. هذه بشارة رائعة لصاحب الرؤية إنه الفرج قريب، فرج بعد ضيق وشدة، وبيجي فرج، أو خلينا نقول من حيث، يعني من مكان هو مش عامل حسابه، من حيث لا يحتسب. طيب بنيجي إخواني لرؤية الحي المجهول. الحي المجهول صار ميتا، الحي المجهول صار ميتا. شو معناها؟ هون بنقدر نحكي لصاحب الرؤية عليك بالجد، عليك بالجد في التقرب إلى الله تعالى، عليك في الجد في التقرب إلى الله تعالى، وكثرة الدعاء، وكثرة الدعاء ليحميك الله من أحداث وظروف قاسية قد تأتي عليك. يعني اللي بيشوف حي مات بنحكي له ارجع لله، اهتم كثير في دعائك عشان تخفف على نفسك الظروف اللي ممكن تمر عليك. طيب بنيجي إخواني لرؤية الميت القريب، مثل الأب أو الأم أو الخال أو الأخ أو الجد، طرق الوجه وفرح. يعني واحد في المنام بيحكي أنا شفت أحد أقاربي، سواء كان أب أو أم أو أخ أو خال أو خالة، شفته طلق الوجه مبسوط فرحان، ودون أن يتكلم هذا الميت مع صاحب الرؤية، يعني ما حكى معه، هو شافه بس منظره أخذ عنه صورة إنه هو فرحان ومبسوط، ما حكى معه وما لمسوش، يعني ما لمسه ما سلم عليه. هذا بيكون تأويله في هاي الرؤية أو مثل هذه الرؤى، يعني أن صاحب الرؤية بار جدا بهذا الميت. صاحب الرؤية بيكون بار جدا بهذا الميت، ويكون الميت راض عن صاحب الرؤية. بيكون الميت في هذا الوضع كيف؟ راضي عن صاحب الرؤية. طيب بدنا الآن نحكي إخواني عن رؤية الأم الميتة. في الواقع بتكون أمه ميتة، عادت إلى الحياة، واحد شاف أمه موجودة. فإيش بنحكي لمثل هذه الرؤية؟ مثل هذه الرؤية تعبيرها أو تأويلها يأتي هنا بشارة لصاحب الرؤية، بشارة لصاحب الرؤية بأنه يأتيه فرج من هم. رؤية الأم إنها على قيد الحياة فرج من هم، وكذلك الأب، كذلك الأب، إلا أن رؤية الأب أقوى، رؤية الأب أقوى وأفضل. طيب الآن بنيجي لرؤية الأخ الميت في المنام، عاد إلى الحياة، مش أمه ولا أبوه شاف، أخوه الميت شافه عاد للحياة. هون إخواني بتيجي هذه لصاحب الرؤية قوة بعد ضعف، قوة بعد ضعف، لأن الأخ قوة ومنعة وحماية. طيب بنيجي إخواني الآن لرؤية الخال الميت أو الخالة الميتة في المنام، صاروا أحياء. الخال الميت أو الخالة الميتة عادوا إلى الحياة أو عادت إلى الحياة، سواء كانت خالته أو خاله. هون هذه بشارة لصاحب الرؤية، ونقول له أنه يعود إليه شيء كان قد خرج من يده، يعود إليه شيء كان قد خرج من يده. الآن إخواني بنيجي لإشي
يعني جديد تقريبا يعتبر، اللي هي او بيصير مع الناس ممكن يشوف رؤية الأخت. احنا حكينا عن رؤية الأخ والخالة والخال، الآن بنيجي إخواني على رؤية الأخت الميتة صارت حية، عاشت في المنام، يعني الأخت الميتة عادت إلى الحياة. هنا أيضا بشارة لصاحب الرؤية، بشارة لصاحب الرؤية بأن غائبا من سفر، غائبا من سفر سوف يعود، وسرور وسعادة، وسرور وسعادة لصاحب هذه الرؤية. طيب، ومن رأى كأنه أحيا ميتا، واحد شاف حاله بيحاول ينقذ ميت أو كأنه بيحرك فيه وبيطيب هذا الميت، يعني بيعيش بيعود للحياة. هون نحكي لهذا لصاحب الرؤية تفسير هذه الرؤية بأن كافرا يسلم على يديك، يعني هذا الإنسان بهدي كافر ويسلم هذا الإنسان، أو يعود، أو يعود ممكن يكون ما يكونش كافر، بيكون بعيد عن العقيدة، هذا الإنسان يصلح هذا الأمر ويكون مسلما. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.